واحد في مجد هنا اكيد يبقى انت اسمك ايه؟ باو اسم سهل خالص با يعني ماي اوكي دي الكلمه الاخرانيه انصاف 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 يعني امبارح في عندنا بنت وما اسمها انصاف فتروح تقول لها هاي يسترداي عشان انصاف انصاف اوكي شوف بعد كده ايه اليوتا خلاص هي احنا اتكلمنا عن اليوتا بعد كده هفتي طبعا الساعه كام لسه فاضل خمس دقايق يا ابو الفلوس نعم سبع دقايق ماشي الفيتا بقى ايه انا هكتب الفيتا بطريقه ثانيه هكتب الفيتا كده ده البق كده ودي الشفايف وده اللسان يبقى ايه لما تنطقها تبقى كده يبقى ايه فدي اسهل طريقه تحفظوا بيها الفيتا دي لو واحد فنان ممكن يرسمها ويحط لها احمر وبتاع كل حاجه فيتا از ان ثينك لانه بالتي اتش بالانجليزي في نوعين منهم مش كده؟ في لو كتبنا مثلا كتبنا كده دي بتطلع سهل دير بالذات انما ال تي اتش اللي هي بتاعت ديت اللي هي ثينك نعم او ثري صح طيب والكلمتين دول بقى نقرا الكلمتين دول طيب سو ثوك تي جو اللي بعدها ديت ثاميو طبعا تي عشان بعدها ايه حرف متحرك لا مين قال كده؟ نونو اللي دي هتبقى تي اللي هي القاعده اللي تحتها على طول لو جه قبليها سين او شي بس طب واللي بعديها مفيش بعدها ما تفرقش ايه ديت؟ وبعدين حتى دي مش بعدها ده في بينهم ايه اللي جابها؟ مش بعديها حاجة وحتى بتيجي بعديها في كلمة اسمها اثمايا بتقال اثمايا ما بتقالش اثمايا اثمايا انا عارف الصعيدي هم ما عندهمش اثنين فبيقولوها تيته يعني في الصعيدي ما ينفعش ما فيش اثنين ثاميو مش ثاميو ثاميو زي قليلو يا فاي بيبي هو طائر شويس مش طميف احنا في كل وضع بنخليهم يقولوها كده انت هنا خليك بالطميف زي ما نعم هي طميف ما فيش بلبت طميف 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 اوكي طب الثانية بقى امتى تنطق دي لو قبلها سين او شين زي الكلمتين دول الأولانية دي نمسكها حتة حتة أول حرف لوحده إس إس بس إس 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 وبعدين الثلاث أحرف اللي بعديهم نوي ثوي بس ما دام قبلها سين تبقى تي تبقى إس ثوي مش إس ثوي إس ثوي حتى لما تحاول تنطقها إس ثوي مش هتعرف تنطقها هي بتبقى إس ثوي إس ثوي وبعدين نوفي نوفي إس ثوي نوفي استنوف اللي هو البخور اللي حلوة وبعد كده بقى ايه الكلمة دي اشتيل اشتيل تيل بعدية ته بقول ان هي في الحالة لما يكون قبلها سين او شين نطق ته تبقى اشتيل اشتيل يعني قميص القميص اللي انت لابسه ده اسمه اشتيل اشتيل اوكي فلما تروح البيت بقى بعد كده تقول اشتيل ما تقولش قميص ما
ماشي ممكن كلمة واحدة بس غسلت بشتين بتوع بس انت هتلاقيه مجمع بقى بالعربي هتلاقي الأشاتين زي اللي هنا بس انت جبت بيزنس بدأ البزانس اللي وين دول يمشي فاشتين بعد ما اقول اشتين قميص هتقع في البيت اقول اشاتين اشتين كان طيب شوف الكلمه اللي بعدها الدلتا دي سهله انتوا بديتوا تتكلموا نعم لا الجمع في البيت مختلف عن الجمع في العربي وبعدين ملوش قاعده ثابته يعني بالانجليزي احنا بنقول قاعده تقريبيه انك انت تحط اس بس مش شرط مش دايما يعني مان جمعها مانز من انتوا يا من انتوا مش عارفين كان بيقول يا من حد زي عادل امام ده او تشايلد تشيلدرن مثلا فهي مش شرط بس القاعده العامه في اس بالابتي مش شرط بقى في بعض القواعد يعني في بعض ناس متخصصه يجمع بقى يقول لك لو التحت دي او ابسن الو يبقى الجمع يبقى قوي تبقى له قوي ويفضل يعقد الموضوع انا اللي في ذهن انك انت تحفظ الكلمه زي ما تشوفها وخلاص وتتعود تقراها هتتعود عليها يعني الجمع ملوش مش قاعده معينه الكلمه يعني ساعات حتى الكلمه المفضل هي كلمه جمع زي مثلا ايه سوني يعني ايه اخت اخوات سوني برضه بس يبقى الفرق في أداة التعريف المفروض غير الجمع انما الاخ بقى هي اللي ايه معقده شويه الاخ يعني ايه صار يعني يقول باسون يعني ماي براذر انما الجمع بتاعه اسنيو يعني اخواتي يقول نا اسنيو ما نقولش ناسون انما الاخت سهله الستات دايما سهلين في كل حاجه على فكره سوني لسه امبارح كان حد كنت بعمل صلاة طشت وبعدين بيسألوا على المعمودية وليه البنت اتعملت بعد 80 يوم والولد بعد 40 يوم قلت لهم مالهاش دعوة بالولد والبنت لا دعوة بالست لأن موسى قال موسى أنا حتى بيسألني ليه 80 يوم ولا 40 يوم قلت لهم ماليش دعوة أسأل موسى فموسى كان فترة التطهير للست لو ولدت ولد 40 يوم ولو ولدت بنت 80 يوم. انما بغض النظر عن كده الستات دايما يشتكوا انهم قليلين. المره دي اديناهم دبل وبرضه زعلانين مفيش فرق. يعني بدل 40 بقوا 80 يوم وبرضه زعلانين ده الدبل اللي كان. ما تتبسط مفيش فرق. هي لان انتوا تعبتوا دلوقتي. نكمل. كمل بكره بس بكره عندي سته بصحيح بقى هنبدا بقى من الدلتا نعم الدلتا ما كملناهاش هنبتدي من الدلتا وننزل على الصعيد شاكرين يا باشا كل مثل كل عديت ليه؟ شكل الطالب عم هاني مش فاهم أنا نتكلم